السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف وحلقة جديدة من مدينة سانت بيترسبورغ. مدينة بيتر مدينة مميزة جدا، ليها تاريخ معايا ومميزة ليا شخص ليا انا شخصيا قبل اي حاجة او قبل اي حد. بحب الشارع ده قوي عند جاستن دفور هنا، وابتدي اردد كلمات كنت برددها زمان وانا ماشي في المكان ده بالذات، فلي ذكريات كده لطيفة. اقول لك ايه، أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم، تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أما إيه؟ استنى هفتكرها. أما بان لك العيب أما أنظرك الشيب وما في نصحه ريب. هكمل لكم. المهم يعني المكان هنا كل حته في لما تروح بلد جديده على حتى في بلدك بيبقى ليك ذكريات كده في كل مكان كنت بتردد فيها حاجه معينه. كمان كان في نشيد تاني بردده في نفس المكان هنا، هفتكره لكم برده بس في حلقه تانية. بقى الدنيا زيطه قوي هنا، حاول بس ان نبتعد اوريكم بس الفيو عامل ازاي. اريد ان اعبر الى الناحيه الاخرى ولا اقول لك خليني الناحيه دي، نعبر من هناك. فالمهم تراثك ممكن يكون هو مصدر غناك وقيمتك في البلد دي. بمعنى ايه؟ يعني انت مثلا بتعرف ليك يعني خلفيه في الاشعار، فالاشعار اللي انت عارفها العربيه ممكن تفيدك في تدريس شيء ما لي او في التاريخ او في الادب او في الليتريتشر اي حاجه ممكن تفيدك في البلد دي ان انت تدرسها، لانك انت مع قيمه والقيمه دي مقدره مثلا في كهيئه اكاديميه في جامعه في مكان زي مثلا دور النشر، مثلا دار نشر بتقول لك احنا بنعمل كتب عن كذا وعايزين حد يكتب لنا بعض الموضوعات المختارة في هذا الصدد من وجهة النظر العربية. وده كان الصوت مزعج قوي، كان باب خير ليا في يوم من الأيام وفترة من الفترات. ما كنتش لسه عارف أنا هعمل ايه بالظبط في هذه البلاد. ففي أوكرانيا طلب مني شغل معين خاص بالحضارة أو الثقافة التتارية أو قرم التتار وعلاقتهم أو العرب شايفينهم إزاي. قلتهم الصراحة العرب مش شايفينهم أصلا، بس اجتهدت ولقيت بعض الكتب وبتاع، وبدأت أن أنا أدور برضو على الكتب اللي هي مثلا في المكتبات الغربية، وفادني الموضوع بشكل ما ثقافيا وماديا وقيمة وقامة وحاجات كتير. بصوا الفنون هنا ملهاش سقف، او مش يقولوا احنا متخصصين في كذا وبس. يعني ده اللي انا فعلا بحس ان هو تضارب في العقلية السوفيتية. ازاي العقلية السوفيتية المتجمدة بتتوقف كثيرا عند الاداب والفنون وتديها حريتها، بينما حاجات تانية لا ما تفكرش. فالناس تستغرب يقول لك لا الاتحاد السوفيتي كان بالحديد والنار والناس ما تتكلمش وبتاع ده، بس في الفنون لا، دي حاجه مغروزه من ايام روسيا القيصريه ما تقدرش تشيلها، وكانت بتستخدم احيانا للصالح. نعدي من فوق ولا من تحت؟ من فوق ولا من تحت؟ من فوق. ما بحبش الازعاج، يعني روسيا مشهوره ان هي شوارعها هاديه، الا بقى في الاحتفالات بقى والزيطه والاغاني والحاجات اللي بيقعدوا يعزفوها دي. طبعا اقدر اجري دلوقتي لان بقول لكم درجه الحراره، لا ما قلتلكوش هقول اهو درجه الحراره نزلت لا طلعت درجه الحراره دلوقتي سالب 2 سالب 3 حاجه زي كده، لذلك انا من غير جلوفز خلاص تقدر تمشي عادي، والناس في حتى البنات ممكن تمشي بشعرها ورجاله من غير، يعني انا ممكن اشيل البتاع ده عشان اريح نفسي
يعني بدأت أتحر كده، الدنيا فوقنا شوية. أوكي أنا أرجع ورا. الناس طول ما هي ماشية، مش أنا بس قاعدة أتصور، أهل البلد، لأن المباني الأثرية دي جميلة، لا تستحق إن هي تتصور على طول. و لا هو مش نفتح قوي يعني عشان ما يجيناش برد، يعني عارف هو نص نص يعني. لازلنا درجة حرارة سالب 2 أو سالب 3، فاللي هو مش بعيد يعني. بص الأرض عليها الجليد لسه مراحش، يعني مراحش في حد، في حتة هي متجمدة في عادي يعني. فأنت مالكش إيه؟ مالكش طابع خاص بتاعك يعني، انت بقى انت اللي جاي تصور عشان غريب وكده؟ لا لا، كل الناس بتصور هنا، اجانب مش اجانب، لان الروس معظمهم اللي بيجوا هنا، معظم الروس اللي بتشوفهم في الشارع لا جايين جديد على بيتر، مش ناس بيتروي، مش بيترويين يعني. من عيوب روسيا ان انت بص يعني في حاجات مهمة، خدمات حكومية او ايا كان، او بنوك او كده، صعب انها تلاقي لها فرع في وسط البلد، مع ان وسط البلد لازم تلاقي لها فرع، بعد كده يطلع ليها فرع فعلا، ولكن في حته جانبيه كده مستخبيه وبيشتغل في ايام عاديه غريبه. بالمناسبه مميزات سبير بنك انه بيشتغل سبت وحد في فروع كتير، وفي فروع بتشتغل سبت نص يوم او ثلاث اربع يوم، اشرح لكم الموضوع ده بعدين في حلقه خاصه بالبنوك. الحلقه خلصت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا على كل حسن. السلام عليكم.